طبعا شايفين اداء السهم النهارده رغم طبعا التراجعات اللي كانت موجوده على السوق الفتره بالامس، عايز اعرف من حضرتك متوقع الاداء خلال الفتره اللي جايه. والله انا يعني فخور باللي حصل والحمد لله كلنا مبسوطين بيه، وانا متوقع ان شاء الله ان هيبقى اكتر من كده كتير نتيجه الحاجات الكويسه اللي احنا بنعملها والخطط اللي احنا حاطينها، وان شاء الله نقدر نحققها. عايز اخد من حضرتك دقه الحصيله بالظبط، 5.8 مليار جنيه؟ 5.8 مليار، 417 مليون سهم. هيتم توجيهها فين سيد ابراهيم؟ احنا الحصيله في جزء منها 10% راس زياده راس مال، ال 10% دول عندنا خطه لثلاث حاجات. اول جزء ان احنا بنخش مجالات جديده زي النقل والسياحه والصحه، وفي شركات جديده عملناها زي اي تاكس واي هيلز، كل دول احنا في الفتره دول هيتوجه ليهم زياده راس المال بلس البنيه التحتيه اللي عندنا. حجم الاستثمارات المستهدف ضخها خلال 2022 هيوصل لكام تقريبا؟ احنا الحصيله حوالي 2.2 مليار جنيه، المفروض ان احنا في سنه ونص سنتين لازم نكون مخلصين ال 2.2 ان شاء الله كاستثمارات في البنيه التحتيه وفي المجالات اللي انا قلت لحضرتك عليهم. الشركة اللي تم تأسيسها في 2005 طبعا هي أكبر شريك أو شريك الحصري مع الحكومة فيما يخص المعاملات المالية التكنولوجية، عايز أعرف من حضرتك عددها وقيمتها وصلوا لكام دلوقتي؟ هي عددها وقيمتها، عددها هي 99.5 من إيرادات المجموعة، وهي الأساس فيها لأنها بتشتغل في التحول الرقمي وفي الإلكترونيك بيمنت، هي الهب بتاع الدفع والتحصيل للشبكة المالية للحكومة المصرية، والحمد لله يعني البرفورمانس بتاعها من اعلى الحاجات الحمد لله والشكر لله. يمكن احنا كمان عندنا شركه مدفوعات رقميه، شركه خالص، نعرف يعني حجم عملها وصل لكام دلوقتي متعاملين على هذه المنصه؟ خالص خالص دي في الريتيل وفي مجمع فواتير، فهي كمجمع فواتير وبتشتغل في الريتيل، فهي حجم اعمالها حوالي 60 مليون دلوقتي، والمفروض انها دلوقتي داخله في جزء كتير للديجيتال تشانل، لان السوق دلوقتي محتاج ديجيتال تشانل اكتر، وكانت لسه عامله دراسه مع احدى كبريات الشركات العالميه ازاي نحط الديجيتال تشانل في السوق المصري. كمان عندنا عدد اخر من الشركات في مجال التعهيد في مجال اصدار البطاقات، مفيش نيه بقى بعد نجاح طرح اي فاينانس طرح واحده من الشركات دي خالص على سبيل المثال؟ اكيد ان شاء الله ان احنا عاملين حسابنا ان الخمس شركات اللي موجودين حاليا لازم تباعا يقدروا ينزلوا البورصه بالمساهمين اللي فيها. في مدى زمني؟ لا لسه ما تحددش المدى الزمني. يعني بعد الطرح حصه 26.1% من راس مال الشركه، مين بقى اكبر المساهمين حاليا او هيكل الملكيه دلوقتي بيتوزع ازاي؟ هو هيكل الملكيه دلوقتي ما اختلفش كتير من ناحيه اصحاب الاسهم النسب العاليه، لان اغلب الناس اللي دخلوا في الطرح دون النسب بتاعتهم لا تتعدى ال 3% او اكبر واحد يعني او 4%، وبالتالي النسب اللي موجوده هيبقى في مجلس الاداره والجمعيه الجديده هيبقى في انتخاب للاصوات الجديده اللي دخلت، انما المين هم موجودين المين شير هولدرز. مستهدف بقى فيما يخص الايرادات والارباح بعد النتائج اللي شفناها في 2020 وفي النصف الاول؟ احنا الحمد لله احنا كنا سستينبل، عندنا سستينبل جروث في الثلاث سنين اللي فاتوا من ناحيه الريفينيو والبروفيت، الريفينيو كان في حدود ال 30% والبروفيت كان في حدود ال 40%، احنا دلوقتي ان شاء الله بنوعد الناس ان السنه دي 2021 ان شاء الله هنعمل ضعف اللي عملناه السنه اللي فاتت باذن الله. فرص تواجدكم في السوق المصري خاصه سوق بيضم 100 مليون مستهلك، شايفين طبعا انتشار واسع لخدمات لمستهلك الانترنت وحامل التليفون المحمول، فرصكم ايه في السوق المصري خلال الفتره اللي جايه مع كل حجم الشركه حاليا؟ الفرص كبيره لسببين، السبب الاولاني ضخامه السوق المصري، السبب الاهم هو التطوير والنمو اللي موجود اقتصاديا في مصر، فكل ما كان في نمو اقتصادي وكل ما كان في تحول رقمي كل ما المدفوعات بتزيد، هي علاقه وطيده بها، فاحنا دخلنا النقل من التطور اللي موجود في البلد في الطرق والنقل والحاجات دي، الصحة عشان في تأمين صحي لحوالي 120 مليون، السياحة للي بيحصل في السياحة والتطور اللي فيها، فبالتالي كل تطور من ده بيدينا ماركت شير أكبر وبيخلينا نزود عدد العملاء بتوعنا. شكرا جزيلا لحضرتك.